أغلبنا يحب البيتزا، مو بس يحبها يعشقها. والجبنة لما تتمط تشهي حيل حيل. البيتزا موجودة عشان نستمتع. طعم أوفر لذيذ. من كثر ما أعشقها وأنا أريد نظام حياتي صحي، أتعلمت طريقة عجينة خيالية. طبعاً بعد عدة تجارب وصلت لطريقة صحية وأرضتني. العجينة هشة وخفيفة، تاكلوها أبداً ما تحسوا بتخمة، وهذا الشعور بالضبط اللي كنت أبغى أوصل له. وأتوقع كمان أغلبكم يحب هذا الشعور، إنه إحنا ناكل معجنات بس نحسها خفيفة. وكمان في رمضان نحتاج هذا النوع من المعجنات الخفيفة، والمقادير حأكتبها بصندوق الوصف. بس أهم شيء تركز على القوام، شايفين كيف القوام؟ هذا القوام اللي تبغوا توصلوا له. حتثقل لأن الشوفان يحب السوائل، ونخليها تتخمر لمدة ساعة. وهذا شكلها بعد التخمير. تدروا أني جربت فرزنا البيتزا وطعمها مرة ما تغير كأني دوب مسويتها. أكيد كلنا في رمضان نحتاج الأشياء المفرزنة، فمرة حلو إذا اشتهيناها نلاقيها موجودة عندنا بالفريزر، نسخنها وناكلها في نفس الوقت. وبعد ما دهنتها بزيت زيتون أرش عليها سميد عشان تكون كريسبي ومقرمشة من تحت. شايفين كيف القوام ثقل معايا؟ طيب الخطوة اللي بعد كذا لازم نكون مستوعبين إنه إحنا بنتعامل مع عجينة شوفان، فلها تكنيك مختلف. مهم تسوي نفس الطريقة هذه، تدهنوا يدكم بزيت زيتون وتحاولوا تفردوها بالراحة. ممكن تطلع معنا بعض الفراغات عادي، نرجع عندها يدنا بزيت زيتون ونحاول نخليها طبقة متساوية من كل الجهات. خلاص بعد كذا أبدأ أحط الإضافات. عندي هنا صوص بيتزا طبعا مفرزنته، بس أذوبه قبل الاستخدام. أكتب لكم الطريقة والمقادير. أحب أفرزن مرة كمية كبيرة من الصوص. الحين نبدأ نحط إضافات البيتزا، فلفل رومي وزيتون أسود أو أخضر اللي تفضلوا. أكون مشغلين الفرن، وآخر حاجة أنا أضفت زيت زيتون لأني مرة أحبه، والخطوة هذه اختيارية. وندخلها الفرن لما تستوي العجينة، شيكوا عليها وكذا العجينة صارت جاهزة. أنا فرني غاز شغلت عليها العين من تحت، والحرارة وصلت تقريبا أخذت معاي 30 دقيقة. وعندي هنا جبنة موزاريلا أضفت عليها، والكمية اللي تناسبكم، أنا أحبها مرة كثير في البيتزا. وهذا شكلها بعد التحمير. لا أحكي لكم عن الريحة يا جماعة، نقطعها وهي حار. خلاص أتوقع ما يحتاج أقول لكم قديش أعشق زيت الزيتون، ورش عليها أوريغانو، ولازم تجربوها وبالعافية علي وعليكم. العجينة مرة تعتمد ورائعة كبديل صح. وبليز شاركوها أحبابكم اللي يحبوا البيتزا، خلوهم يستمتعوا.